فانا مره تانية بقول لحضراتكم زي ما اتكلمت مع حضراتكم امبارح، احتفلوا، اتبسطوا، غنوا سطلانه، غنوا اللي انتوا عايزين تغنوه، اتبسطوا، افرحوا، خليكم سعداء، خليكم مبسوطين. اللي يجي يجي، اللعيب اللي يجي النادي الاهلي ده شرف للنادي الاهلي، ده شرف ليه ان هو يجي النادي الاهلي. اللعيب اللي يمشي من النادي الاهلي بنشكره. عمركم شفتوا لعيب مشي من النادي؟ شفتوا برونو سافيو امبارح عليه في المؤتمر الصحفي عند تقديمه في النادي اللي رجع له، نادي بوليفار البوليفي، قال لك انا بشكر جمهور النادي الاهلي وبشكر النادي الاهلي ان هو اداني مستحقاتي وكذا 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 وكذا، والفتره اللي انا لعبتها كانت فتره ناجحه بالنسبه له. ماشي تمام. فادي الكلام اللي بيحصل، لكن هناك البعض الاخر تلاقيه اللعيب من دول بيلحق ياخد ديله في اسنانه ويخلع، عايز ما ولا ما فيش حاجه خالص، مفيش حاجه خالص. احنا ابطال الدوري، ده وقت الفرح، هنلعب مبارياتنا اللي جايه للفوز بالمناسبه، والنهارده هنركز اكتر على المباريات القادمه، ولكن هنلعب للفوز والاستمتاع والاحتفال، الاحتفال بخمس بطولات بعد ما كان رقم خمسه ده بيمثل هاجس لكل جمهور النادي الاهلي، اصبح رقم خمسه ده هو رمز السعاده للاهلاويه ورمز كل حاجه حلوه. هتقول لي ما انتوا اتغلبتوا خمسه، هقول لك اه من بعد هزيمه النادي. كل شويه هقول هذا الكلام بالمناسبه، مش هزعل، مش هتضايق، جمهور الاهلي ما بيزعلش، جمهور الاهلي ما بيتضايقش، لانه هزيمه النادي الاهلي من سان داونز 5-2 في سان داونز كانت هي الحاجه الرئيسيه او المفتاح الرئيسي في تحول لعيبه النادي الاهلي من شيء الى شيء اخر. كانت هذه الهزيمه من وجهه نظري، هي من وجهه نظر كثير من الاهلاويه بالمناسبه، الهزيمه 5-2 من سان داونز خلتنا نعرف احنا كنا متاكدين، ولكن خلت البعض المتشكك في ادارته او مجلس ادارته يقول لك انا عندي اداره دلوقتي. انا على فكره متابع للسوشيال ميديا، فبشوف الناس اللي كانت بتشكك في مجلس الاداره بعد الهزيمه، وكان حقهم بالمناسبه، ما حدش يقدر يقول لا، او انا اسف، انتقاد وليس تشكيك، انتقاد المحب وليس تشكيك. فلما كانت بتنتقد مجلس الاداره وبتنتقد اللاعبين وبتنتقد كل حاجه، مجلس الاداره كان هادئ في قراراته، كان رزين، كان حكيم، كان عنده الرؤيه المستقبليه لما هو قادم، ان السفينه في وسط البحر. وبالتالي قدرنا نعرف بعد ما اتغلبنا ان كل حاجه عندنا ماشيه بنظام، كل حاجه عندنا ماشيه بشكل جيد. هتقول لي بعد ما اتغلبت؟ اه بعد ما اتغلبت. النتيجه النهائيه في الموسم دلوقتي ايه؟ 5. انا ما بحسبش بالقطعه، 5، ولكن 5 بطولات استطاع أن يفوز بيهم النادي الأهلي خلال السنة دي، منهم بطولتين بتوع السنة اللي فاتت، ولكن أنا بتكلم على منذ بداية، أنا بتكلم على 10 شهور الأخيرة، استطاع أن يفوز النادي الأهلي 5 بطولات.